أولا بالنسبة اللي يقول لك في شعبان سامحونا وسامحناكم وأنتم أحسن مني وأنا أقل منكم، وليس نقول هذا كله كذب ودجل ولا أصل له. عندك مشكلة مع إنسان تروح تستبرئ منه وجها إيش وجها لوجه، وليس رسالة في واتساب في 50 60 واحد أو 100 200 واحد، منهم من قرأ منهم من لم ومنهم من لم يقرأها، لا تروح تستبرئ منه وتقف عليه وتطلبه المسامحة. وإذا كان الحق حقا ماليا أن تعطيه ما سلبته منه وما أخذته منه. هذا هو هذه هي شروط التوبة: الاعتراف والندم والعزم على عدم العود. وإذا كان للمسلم حق تعطيه إليه. أما هذه الرسائل لا تسمن ولا تغني من جوع. صلى الله عليه وسلم.